اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى في انحاء العالم. مطبخنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. بنكون حريصين من الاجازه او اللي احنا بنتابع السوشيال ميديا، ايه الاكلات اللي انتوا حابينها، الاسئله اللي بتسالوها، الحاجات اللي حابين نعملها مع بعض. فمن ضمن الاسئله، واحنا خصصنا يوم السبت بنجاوب على كل الاسئله اللي بتكون موجوده على السوشيال ميديا، الفراخ المشويه على السيخ تتبيلتها بتبقى ازاي وبطريقه جديده. يعني عارفين الشيش طاووق، عارفين فراخ مشويه على الفحم، فراخ مشويه بالبصل والطماطم مسخن وهكذا. هعمل النهارده فراخ مشويه على السيخ بطريقه جديده، التتبيله لا فيها لا كمون ولا كزبره، هي صويا صوص وتوم وعصير ليمون. الطعم هيجي منين؟ من البساطه والسهوله والمرونه. معانا الرز سلطة النهارده، تشكيله الخضار اللي فيها بتفتح النفس، وخاصه لون الجزر البرتقاني مع بيض مسلوق مع كالسيوم مع معادن. السلطه دي فيها البروتين، فيها الالياف، فيها كل حاجه حلوه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي مع المايونيز والمستردة. طعم المايونيز مع المستردة بياخدنا لمكان تاني، بيبقى طعمها مميز. الحلو بتاعنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. شرايح التوست اللي بنعملها كلاب ساندوتش او بنعملها لاولادنا في التوستر، هنعملها النهارده حلوه بالقشطه والعسل. فكره الشيف المغازي بسيطه وسهله وحاجه مش مكلفه، ولكن الحلو طعمه جميل زي الفل. مش عايز اطول حضراتكم، ويجعل ايامنا كلها عسل يا رب. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا مع بعض واحنا واقفين على النار نعمل شويه رز حلوين، عدل الاكله دي مع بعض. رز ابيض عادي خالص بس هياخد طعم مميز. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. نقفل يا غالي. حلوه. طيب، طاسه على النار او حله في ميه بتغلي معايا. انا دايما لما بعمل رز بيكون في ماء مغلي، يا اما البراد بتاع الشاي اللي موجود عندك. حلو الكلام. اما مقادير الفطير المشلتت يا امي، 3 كوبايات دقيق، العيار اللي هتعايري بيه الدقيق، طبعا ما بياخدش خميره خالص. بتحطي معلقه عسل او معلقه سكر وشويه ملح صغيرين وميه دافيه. تعجني العجينه بسمنه وشوية زيت. عجلنا العجينة زي الفل، بتسيبيها ايه تتخمر. مش معنى نقول تتخمر يعني فيها خميرة، العجينة تريح لمدة تقريبا ساعة. بعد كده بنقطعها ونقصتها، دي لغة الخبازين او البكري، تقسيطة يعني كور صغيرة كده، وتحطها في السمنة والزيت، وبعدين تفرديها وتشلتتيه وتحط ما بين طبقاته والتانية سمنة بلدي، وتبداي تخبزيه في الفرن. الرز هنا اتشرب بشويه الزيت الحلوين، معانا ميه مغليه. اللهم صل على النبي. يلا هو ده خلص الرز. هنسيب الرز ده يستوي. عايز اغرف انا سيرفيس حلو، عند رز نبص عليه مخرجنا، ايه الحلاوه دي؟ رز مصري، بص على الحلاوه دي يا دلعك. شويه رز حكايه. والله لا خليك تسيب الفراخ وتاكل الرز ده بالصوص اللي انا عامله ده. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. هناخد الرز ده زي ما هو كده، هنحطه في الطبق ده كده. اللهم صل على النبي. يلا بينا. عملت اكله لاولادك، عملت سرفيس حلو، لا تقولي لي بقى ديك رومي ولا فخده ضاني. طب انا هنخلص الهوا ودو، بيقول لي هو الرز استوى؟ طبعا انت بتروح البيت تاخد ايلوله وتصحى الرز ايه بيتشرب؟ لا خالص، استوى الرز. حلو. صدور الفراخ اللي عملناها نرصها كده، لا احنا مش عايزين نعمل حفله بقى اطباق كتيره والجو ده، ده موضوع كده لطيف وجميل. هوريك اتعمل ازاي دلوقتي.
تكنيك عالي من الخبره. حلو شويه الخضار الحلوين دول والصوص حلو اللي فيه اللوز. عينيا قبل الصوص ناخد المضمون ده، خلي بالك عشان لسه عامل تركايه حلوه قوي. ايه التركايه؟ اوريها لك دلوقتي. الخضار ده كده ينزل. عملنا حفله، صدرين فراخ، شويه رز مصري، كوبايتين رز، عملنا سرفيز. لو دورت في صور جوجل اللي هو عم جوجل يعني مش هتلاقيها، خلي بالك. ها نفس الصينيه، ركز معايا بس عشان الموضوع ده مهم جدا. بص يا غالي، بص الله يرضى على والديك. هو ده مطبخنا النهارده، بساطه سهوله مرونه، تكلفه ماليه لا تتعدى جنيهات. عملنا فكر طهوي جديد، عملنا فراخ مشويه على السيخ وقدمنا معاها شويه رز ابيض حلوين، عملنا سلطه فيها كل العناصر الغذائيه لكبار السن، سريعه الهضم وسريعه المضغ. عملنا حلو، فكرته بسيطه وسهله ولكن القيمه الغذائيه بتاعته تعلو قمه الهرم في ارتفاعه وشماخته. رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.